النهارده محمد صلاح لما ريح 10 ايام والناس قعدت تنتقد شويه وتتكلم شويه، طب ازاي تسيبوا محمد صلاح؟ لا، الصح لازم ان دي راحه ايجابيه مش راحه سلبيه. في فرق بين الراحه الايجابيه والراحه السلبيه. الراحه السلبيه دي الراحه اللي تطول، فانا محتاج اعمل بعدها فتره اعداد عشان ابدا اعوض النقاط اللي انا فقدتها، سواء نقاط القوه، التحمل، كل النقاط بتاعت كره القدم. لكن محمد صلاح 10 ايام لا، ده بالعكس استشفى مهمه جدا، استشفى ايجابيه علشان يقدر يعاود مره اخرى يعني في كاس. كابتن عبد الصالح الوحش، تاكيدا على الكلام اللي انت حضرتك قلته يا كابتن، مره سالته يعني هو المفروض الاجازه تبقى قد ايه؟ قال لي بص يا عدلي، لو انت اديت اسبوع تقدر ترجع لحالتك بعد اسبوع، تمام. لو اديت اسبوعين محتاج شهر، تمام. يعني الاسبوع الاولاني تقدر بعد اسبوع ترجع لحالتك. وخلي بالك يا كابتن عدلي، لما كنا بنريح مع مانويل جوزيه كان معاه فيدالجو كان دايما بيعمل لكل واحد برنامج بيسلمه له قبل الاجازه بيوم، انت خد البرنامج وانت في الاجازه تعمل ايه؟ تشتغل ايه بقى؟ في ممكن تلعب تنس شويه، سباحه شويه، دي راحه ايجابيه عشان لما ترجع ما ترجعش تاني من نقطه الصفر تاني. ابدا معاك فتره اعداد محتاج شهرين وثلاث شهور. لا ده انت عندك ما خلاص، ما كنتوش بتصطادوا سمك؟ دلوقتي اتضح ان ليفربول بيصطادوا سمك. لا شوف محمد صلاح، لان ده في حته تانيه وفي دوري تاني، فمؤكد اتقال له كده لا تروح غصب عنك تقضي الراحه بتاعتك، خاصه فكل اللي انتقدوه انا مش معاهم. بالعكس، كنا نقدر كلنا نطلع كلعيبه الاسبوع 10 ايام دول، يا ريت كنا نقدر، بما اننا اجلنا الدوري اللي بعد البطوله يا ريتنا عملنا كده. الحقيقه احنا المفروض نكون خارجين من البطوله دي وتعلمنا حاجات كتير. طبعا طبعا. الشكل بتاع محمد صلاح شكله كويس قوي في الملعب على فكره. حصلت كلام قالوا ان الدنيا كلها هتقف وتمسك محمد صلاح، وعارفين اسلوب لعبه والضغط كله على محمد صلاح. احنا غلطنا في حاجه واحده بس، ان احنا فعلا محمد صلاح لما اتحرر من اللعب ناحيه اليمين وابتدى ينزل نص الملعب ويبقى هو الاسيستنج بتاع الملعب وهو البلاي ميكر، ودي كانت اول مره انا اتفرج على محمد صلاح بيبتدي بلاي ميكر في الفرقه كلها. حتى ما بقتش تحس بعبد الله السعيد اكتر من محمد صلاح. حتى عبد الله السعيد تبقى الكوره جايه له وراح ناحيه الشمال شويه، ابص راح راجع تاني ومسلمها لصلاح عشان يعملوا بقى هو المحور. الجمله اللي هي 1-3 دي اللي اتعملت شويه مع تقدم محمدي، عشان كده كان بقى كل صلاح هو الكوره، حتى لما بتجي له بتبقى مستنيين العرضيه من صلاح، مستنيين التوغل من صلاح، مستنيين التهديف من صلاح، مش عايزين تهديف من حد تاني. الناس كلها في الاعلانات، حتى بالله عليك يا صلاح تصنع البهجه وتجيب لنا الاجوان. فالحكايه كلها بقت فوق الراجل ده. الراجل ده لو لم يوفق في الشوطه او في الجول اللي هيجيبه او، فبقت الحكايه بالنسبه لنا احنا منظور واحد بس، شايفين واحد بس، بنحاسب الفرقه كلها يا كابتن عادل على اللعيب ده بس. انما في راجل واقف بره على الخطوط بره لازم يحس بامكانيه في الدقيقه 41 ان انت الكره لما اتنقلت تحت الشمال ترجمت لحاله فرديه بهدف، اتعمل في الماتشات الحبيه كذا مره، الوديه اللي قبل المباراه بالظبط، انما كانت ارضيه الملعب في برج العرب ما تسمحش لتريزيجيه انها انسيابيه وبتمشي معاه، كانت الاول دايما تلاقيها اسامه وراه، دايما بيدور عليها وراه مش قدامه زي المره دي، وعرف ينفذ ويعمل. ففي الشكل بتاع منتخب مصر اللي هو الضغط على صلاح، حتى لما دخل جوه ما صلاح يا كابتن عادلي استاذ ابراهيم يلعب في اي حته، يدخل جوه يطلع بره، بس امكانيات بقى اللعيبه اللي حواليه. انا التحفظ بتاعي على الجهاز الفني ادارته من بره سايباها متاحه تحرريه للعيبه. انا ما شفتش يعني تعليمات للنني وطارق ان هم يكملوا في نص الملعب. انا بقيت لقيت الفرقه بتاعت زيمبابوي هي مستنياك تجيب الجون والتاني والتالت. انت عدم حضور، ده انت اول ربع ساعه فعلا انت جايب اربع خمس ست جوان، تخلص الماتش تخلص الماتش ببهجه غير عاديه. انا عايز اقول انا مبسوط انه ما خلصش البهجه يعني عشان كان ممكن شويه يعني اديت لنا استرخاء. لا بس خلي بالك يا كابتن عدلي، يعني ناس متوقعه كان مصر تنزل تكسب 3-4 مقارنه بالماتشات الوديه اللي احنا عملناها وكم الفرص. الماتشات الرسميه غير الوديه تماما طبعا، النفس فيها بيفرق. لا والضغط كمان العصبي وانت موجود والبطوله على ملعبك، شكل الجمهور واللعيبه اول مره تشوف والضغط بتاع اللعيبه نفسه مختلف اللي ضدك طبعا. فالنهارده حتى رتم المباريات الرسميه مختلف عن الوديه تماما. فالنهارده ان شاء الله يعني احنا حظنا حلو برضو ان مجموعتنا متوسطه لحد ما، مش هقول مجموعه قويه فيها زي مجموعه الجزائر والسنغال او مجموعات ثانيه. فالنهارده التدرج حتى في المباريات
ده مهم جدا، يعملك حلقه التجانس اللي تبقى موجوده للفتره اللي جايه، يديك رتم الماتشات الرسميه. يعني انا متوقع ان شاء الله المباراه الجايه مع الكونغو هيبقى الاداء منتخب مصر افضل، عمليه التجانس هتكون تمت بشكل اكبر. الا اذا ايه بقى؟ الا اذا استمرينا على الفرديه، واللي انت بتقول كنت منتظر اشوف شكل جماعي ولا تعليمات بتتنفذ، اتثابت بحريه زياده عن اللزوم للعيبه. هو الشكل الجماعي يعني مقارنه بكل الفرق اللي موجوده، لا مصر عندنا الشكل الجماعي الحمد لله في البدايه في شكل جماعي وفي انسجام بين اللعيبه، وفي الشكل الهجومي ما شاء الله بنوصل، وبنوصل من على الاطراف كويس ومن العمق كويس. احنا عملنا عندنا بس هي المشكله الوحيده كابتن عادلي اللي ظهرت من خلال الماتشات الوديه وتكمله هذه المباراه، هي عمليه التنظيم الدفاعي والوقفه الدفاعيه لينا خاصة على الأطراف ومن قلب الملعب، لازم يبقى في قبل ما نروح الحتة دي بس عايزين نخلص الكلام على اللي شفناه في الملعب ودور محمد صلاح في هذه المباراة، لأن أنا حسيت إن إحنا ظلمناه شوية. مش إحنا كمشاهدين، الاعتماد على محمد صلاح يلعب 90 دقيقة وهو جاي من راحة سلبية لمدة 10 أيام، يا دوبك لعب تلت ساعة قبليها، أنت مش موافقني لكن لا 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 يجرؤ لا بس اصبر عليا لا يجرؤ لا يجرؤ مدرب لا. انا او اجيري او اي حد في ال 75000 ال 80000 وال 100 مليون تحرمه ولا خمس دقائق من مباراه. طب بس الا في اصابه بس صح ولا غلط؟ لا مش غلط، مش صح. انت عايز تريحه ده انت بتعمل تكتيك. مش عايز اريح بس فهمني بس انت بتعمل حقيقه. انا عارف ما انت عشان انت عارف انا هقول ايه، بس الجمهور ما يعرفش. المشاهدين ما يعرفوش. انا ما اقدرش اخرجه. ما تخرجوش. انا كنت ضد ان يبدا المباراه. يعني حتى لو عايز تنزله الشوط الثاني باكمله كان هينزل يبدع وبحالته دي والفريق اللي قدامه خلاص فقد تنظيمه. مش ده في الودي مش في الرسمي. لا ده الكره اللي بخسرها الكره اللي بخسرها في الودي تتعوض، في الرسمي شريف بتيجي فوقي. شريف انا شريف الكابتن محمد صلاح في الاخر كان مرهق جدا 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 في وجهه نظري، قفل نفسيا حتى. في كور انا شفته نفسيا قفل. لا مش هو نفسيا، هو بدنيا مش هو متضايق من ان هو الفرصه اللي ضاعت منه فرصتين ورا بعض ناحيه اليمين اللي هو الشوتينج. لا هي مش عمليه مش بدنية. بالباور ده مش باور محمد صلاح. هو بيتكلم في ايام هو لو باور عمره مش هتروح ضعيفه. لا ال 10 ايام عمرهم ما يفقدوا محمد صلاح، مش فقدوهوش. وانا بقول هي كانت عند جيري طرف كان شغال. انت قلت شغله؟ لا كان شغال بشكل مميز. لما بدا يحطه راس حربه هي دي اللي فرقت من محمد صلاح، ما بداش يظهر في الحته دي بالظبط. النهارده لما كان شغال على طرف كان عنده حريه حركه، كان بيستلم براحته. معلش غمض عينك وتخيل الغشوميه بتاعتي شويه. ما هو انا غشيم مش زيكم. لا 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 العكس. انا بتفرج بمفهوم ان انا عارف الباور بتاعت محمد صلاح، وهو انا حسيت انه اتضايق ان هو بتجيله الكور دي اللي المفروض كان بيخلصها بمنتهى القوه طب ما هو خلاص وصل. انت هتقول لي وهو كراس حربه، بس دي كور وصل فيها، لان هو الكوره ما بتتنسيش. ايه اللي ما تقدرش عليه لما زي زيدان قال لك لا يستجيب الجسد للنداء العقل. طب خلينا نتكلم ناخدها في الناحيه الايجابيه يا كابتن. قبل ما تقول بس حاجه حاجة. لكن انا مش بقول انا هخلي اسامه يرد. انا مش بقول بس انا كنت أنا عشان منك حاجه واحده بس الناس بس عشان ما تفهمش ان انا قصدي ايه. انا كنت عايز الماتش ده، احنا متفقين ان هو اخف ماتش في المجموعه لينا ولا لا؟ انا كنت عايز محمد صلاح يخرج من الماتش ده جاهز لماتش، ما جهدوش في الماتش ده وهو لسه مش مستعد للماتش اللي جاي. هذه رؤيه واحد مشاهد. مش لما تبقى 2-0 بقى ماشي. انت لما انت عايز اقولها لو 2-0 انت كنت هشوف فرقتك حاجه ثانيه. لا 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 انت لو توفقت انت في هدف ثاني كان العلاج بتاعك. انت عايز تطلع محمد صلاح علاجك انت كان في المباراه دي عشان تحقق اللي كان نفسك فيه، كان انت تبقى ليك متقدم في اول هاف تايم 1-2. محمد صلاح تقدر تعمل اي سيناريو عمل انت عايز. عمل في اول نص ساعه كل ما يمكن شو
الوانتوهات والتحضير والترقيص والتمييس والعرضيات والشوط وكل يعني كل ما يمكن ان فيش توفيق في كوره واحده بس معلش هو التوفيق ده فرقت في الماتش كله بص لها من الناحيه الايجابيه وجوده في الملعب إنما حتى لو هو مش موفق يا سيدي انا عايز 120 دقيقه انا عايز 120 دقيقه يا كابتن اسامه عايزه 120 دقيقة في ال 90 دقيقة وأنا عايز بقية اللعيبة زيه يا كابتن عادل وهو زيه هو ده لا أنا عايز بقية اللعيبة وهو عمل اللي عليه لا 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 أنا عايز بقية اللعيبة اللعيبة دي لا اللعيبة كان في لعيبة كذا كورة النهاردة عبد الله سعيد الكورة جاية بالعرض لو سايبها للنني اللي وشه في الجول أيوة خلصت المباراة طب ما دي الفردية بقى اللي بتكلم الكورة جاية لتريزيجيه مقابلته ليها لو قابلها صح هدف خلص لنا المباراه تخلي محمد صلاح ده في حته تانية تخلي عبد الله ده في حته تانية تخلي محمدي ده بيطلع تخلي ايمن اشرف اشوفه حصل لنا سيناريو كده انما خضنا من اي كره استلمها الخصم عندي بيوصل مثلا كره بالعرض بص الواحد بيطلع بيعمل اول الخط اللي انت عايزه المباراه هي الثلاث نقاط دي اهم حاجه خاصه لا 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 وعبرت عن نفسك في الافتتاح الضغط العصبي انت معجزه اللي انت عاملها منتخب مصر عبر عن انه عنده قدرات على ومضات خلال مراحل معينه كنت بتشوف الجون بتاع تريزيجيه ده اجمل جون في الدوري في وجهه نظري سيبك من ان الشوطه مبهره ولا مش مبهره التحرك والاستلام والجماعيه واللمسه واللعبه حلو هو ده الجون الحلو في رايي عملها كذا مره مش انما شوط 40 يارده تروح في السوق دي الكره بتاعته حتى هو مع ربيع ياسين في بطوله افريقيا الجماعيه الجون اللي جابه في انجلترا طيب. في كاس العالم هو جاب في انجلترا جون زي ده ممكن احسن كمان نفس الجون ده بنفس الطريقه دي على اي حاجه فرقتنا انا مطمن للقدرات الفنيه الفرديه مظبوط مش مطمن لبره الملعب على ضوء اللي سمعته أنا ايه رايكم؟ بره الملعب ما اجوان كاس العالم مش قاعدين نشوشر على الفرقه ما والنبي والنبي اللي بيشوشر على الفرقه مش اللي قاعدين في الاستوديوهات مش احنا ده لو سامعنا مش احنا لو سامعنا يبقى غلط ليه؟ شوف وصلت لايه؟ انت عندك هو انت مش كنت في النادي لا هو انت تقدر تعيش اجواء انك تقعد عندك طرف انك الانستجرام والتويتر ايه ده انا بتعمل لي اعلانات هي لازم اللعيبه احنا ما كناش بنتفرج على التلفزيون بالليل وننام بدري يعني اللي عليها النهارده في مسؤوليه كبيره جدا على مش كده ولا ايه شايفه اهتمام الدوله يعني انت في اربع شهور اعجاز انك أيوة. تعمل الملاعب دي والبنيه التحتيه صحيح. والتنظيم دوت فالنهارده الدوله داخله في الموضوع فده يلقي بمسؤوليه كبيره جدا اللعيبة. على اللعيبه النهارده البطوله على ملعبك وسط جمهورك وجمهورك النهارده ما شاء الله ما فيش مكان لقدم في مباراه الافتتاح وكل المباريات اللي جايه هتكون بنفس الشكل فالنهارده لازم اللعيبه لما بقى بتاعت اللعيبه يا كابتن عادل ممكن نبقى احنا جوه الملعب في اخطاء وارد يبقى في اخطاء على المستوى الجماعي والفردي لكن دايما اللمه هي دي اللي بتجيب البطوله خاصه ان انت بتتكلم كابتن اسامه لما بره الملعب بتجيب لمه في الملعب صح ولا غلط مظبوط احنا طول عمرنا بنشوف اللعيبه كانت بتتلم بره الملعب فبتتلم جوه الملعب انما هي فكره مش عايز اطول في الحته دي لان هي دي ده حضرتك بتشرح جوه او قلقتني قلب الشيء اللي كل الناس لمساه ومش عايز وبنتحسس مش عايز تاني بنتحسس الحوار فيه كاس العالم اكررها بس مظبوط عايزين يبقى التركيز في الملعب بس اتعلمت حاجه من المنظر بتاع كاس العالم انت بتتحسس شيء انت لمسه والجماهير لمساه